بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس الريفيت، وهشرح إضافة مهمة من إضافات الذكاء الاصطناعي على برنامج الريفيت. إزاي إن أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي في برنامج ريفيت؟ أنا شرحت قبل كده ايفولف لاب فارس اي اي، شرحتها لكم وحطت لكم الرابط في على يسار الشاشة من فوق. والنهاردة إن شاء الله هشرح بلان فيندر، ازاي ان احنا بنرسم الحوائط وهو بيفرش لنا البلان وبيقسمه لنا حسب ما احنا عايزين. هنشوف الكلام ده مع بعض ونشوف ازاي ان احنا نحمل الاداة دي على برنامج الريفيت. هاجي على صفح جوجل وهاجي اكتب له بلان فيندر ريفيت. هنا ظهرت لي اهي بلان فيندر، هو ده اللي انا هفتحه، ده الموقع اللي انا هفتحه، هدوس عليه بالشكل ده كده. فتح لي الموقع، ادي الاداة بتاعتنا وهو بيبين لي بتعمل ايه بالظبط. شايفين ده بلان وفي فرش وتقسيمات، هو بيديني اكتر من اقتراح. هاجي اقول له داونلود ترايل، هنا هيظهر لي ريفيت 2024 وريفيت 2023. هو بينزل يا اما على 2023 او 2024، انا عندي 2024 ونزلته عليه. بتدوسوا على النسخه اللي عندكم وبتكملوا تحميل الاداه وهي بتنزل تلقائي على برنامج ريفيت. هنروح على برنامج ريفيت ونشرح الاداة. فتحت زي ما شايفين ريفيت وعندي بلان فيندر اهي، اتضافت في المنيو بار الفوق زي ما احنا شايفين كده، تمام. وعندي فيها ثلاث اختيارات، انا هشرح الاول اللي هي جينيريت. انا عايزه دلوقتي ارسم حوائط، هاجي اقول له اركتكتشر واقول له وول. الحوائط دي لازم تكون اقل من 19 متر في 19 متر، تمام. هاجي اقول له ريكتانجل هنا واجي ارسم حوائط، هنظبط الدايمنشن بتاعها بعد كده. هنا عندي حائط 13 مثلا، هخليه 10. هاجي اخرج من الامر هنا وبعدين اغير الحوائط بتاعتنا، انا هاجي هنا اخليه 10 وهاجي على الحائط التاني هنا هخليه 15، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهاجي اخرج من الامر بسكيب وهروح على بلان فيندر وبعدين اختار جينيريت. هنا بقى بيديني تحت في الشمال هنا ايه المطلوب ان انا اعمله. اول حاجة ان انا احدد الحوائط، فانا هدوس على مثلا الحائط ده كده اهو وده كده، ادي الحوائط بتاعتي مثلا اهي، تمام. بعدين هنا احدد الوجهات، الوجهات هتكون فين. فانا مثلا هاجي كده واحدد له الوجهة بتاعتي هتبقى في الجزء ده كده، تمام. بعد كده هقول له فينيش. طيب فتحة الباب هتبقى فين اللي هي الدخول، انترانس اوف ذا بلان. شايفين هنا بيقول لي select the entrance of the plan، انا عايزه فتحه الباب مثلا تكون فين. فانا مثلا هقول له اعمل لي فتحه الباب في الجزء ده كده هنا، انا عايزه فتحه الباب هنا. هيبتدي بقى بعد كده يديني الاقتراحات زي ما شايفين، اداني اقتراحات وفعلا عمل الانترنس اهو الباب، وادي طرقه عملها لي باث روم وعمل لي اتنين باث روم و ثلاث غرف نوم وعمل لي ليفنج روم، وقسمها لي بالشكل وخلى الواجهه اللي فيها الازاز الواجهه اللي انا حددتها له، تمام. طيب في اقتراحات تانية اهو، ده اقتراح تاني عمله لي. طبعا احنا بنختار الاقتراح اللي عايزينه، وده اقتراح اهو وده اقتراح، وعمل لي ثلاث اقتراحات. طيب انا لو دوست على غرفة النوم هنا، شايفين بتظل بالشكل ده كده، لو دوست كده فيها اكتر من مرة بيغير لي شكل الفرش اللي موجود، يبقى انا ممكن اغير شكل الفرش لو دوست فيها. نفس الكلام هنا بالنسبة لي الريفين روم، يبقى انا ممكن اغير عن طريق ان انا بدوس داخل الغرفة. هنا عامل لي مطبخ مفتوح، عندي مثلا الباب ده زي ما احنا شايفين عايزة احركه لأول الحائط بالشكل ده كده، هاجي ادوس جوه الاستورج
بدوس بيمين الماوس واجي اقول له تشينج دور، تمام؟ وحرك كده، شايفين الخط الازرق ده؟ بحرك لحد هنا كده، حرك لي الباب زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا كده حركت الباب عشان ما يدخلش ببعضه، زي ما شايفين حركت الباب للداخل بالشكل ده كده. يعني ممكن انا اعدل على البيبان اللي موجوده، ممكن عندي الباث روم ده يفتح على الاوضه الرئيسيه مثلا، فاجي هنا برضو كده واقول له تشينج دور، وانا عايزاه يفتح في الغرفه هنا، غير لي شكل الفرش وفتح لي الباب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا ممكن اعدل عليه. خلاص ظبطت البلان، هاجي اقول له اوكي. زي ما شايفين ده الفرش، وكتب لي اسم كل غرفه ورقمها لي، تمام. يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نضيف البلان فيندر، وازاي ان احنا نستخدم امر جنريت، وده اهم امر في من الاوامر الثلاثه اللي موجوده، ازاي ان احنا نستخدمه في برنامج الريفيت. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.